عام 1922 اكتشف فريق بقيادة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر قبر الفرعون الشاب توت عنخ آمون. تم شحن الآلاف من اكتشافات كارتر الثمينة عبر نهر النيل إلى متحف القطع الأثرية المصرية في القاهرة. اليوم وفي منتصف المتحف تماماً يتمركز أعظم كنوز المدفن. هذا قناع الموت الخاص بتوت عنخ آمون، كان موضوعاً فوق موميائه. أخبريني عن هذه البهرجة. أجل، هناك الكثير من البهرجة. هذا مصنوع من صفيحتين من الذهب تم نحتهما وجمعهما معاً، وكل الأشياء الثمينة التي كانت تملكها مصر أثناء حكمهم تنعكس في هذه القطعة الجميلة. إذن لدينا الذهب، وهو ذهب مصري ونوبي، ثم هناك شرائط غطاء رأسه وهي مصنوعة من الزجاج. حسناً، وهو أمر قد ترينه عادياً، أعني أننا نرى الزجاج في كل مكان. هناك زجاج أمامي الآن، لكن الزجاج آنذاك كان قد اخترع للتو، كان أكثر المقتنيات أناقة. كنت سترينه وتقولين يا له من بذخ. تم تصميم قناع الموت لإرشاد روح توت عنخ آمون للعودة إلى مكان راحتها في جسده. هل هناك المزيد من الأحجار الثمينة؟ أجل، حدقتا عينيه مصنوعتان من السبج والعينان من الكوارتز. هناك أحجار الفيروز والعقيق الأحمر واللازورد، وذلك هو سبب وجود الكثير من الناس حولنا، لأنه شيء لا يصدق. عليك رؤيته بأم عينك. يعتقد أن توت عنخ آمون كان قد عانى من الملاريا، مات بعمر 19 تقريباً، وتم حفظ أعضائه في مستوعبات منحوتة يدوياً. أثناء التحنيط كان المحنطون يزيلون رئتيه وكبده ومعدته وأمعاءه، ويضعون كل عضو من هذه الأعضاء داخل هذه المستوعبات المنفردة لكي يعيش مرة أخرى. كان صناع هذه القطع من أفضل الحرفيين في العالم القديم. انظري إلى وجه توت عنخ آمون، إنه منقوش في المرمر بدقة فائقة. لحماية الكنوز من غزاة القبور كان لديهم حارس خاص. هذا رمز أنوبس، وهو مستلق بمخالب ظاهرة، ولديه هذه النظرة اليقظة والشرسة في عينيه. إنه متيقظ تماماً، يحرس قبر توت. جيد لعمل يعود لثلاثة آلاف سنة. صحيح، أحسن عملاً. لكن هذه الكنوز المذهلة ليست السبب الوحيد الذي جعل العالم مهووساً بتوت عنخ آمون.